معشر السامعين، حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يقدر فلورنتينو بالدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ نادي الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعه وبريق، واضاف لالقابها 15 بطوله ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احبائه قبل خصومه وذكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا دير ري وبساقه جات الشامبيونز وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الان صار رونالدو اعوج واعرج وبحول، الان اصبح الدور ما عنده في السوق ما يذوق. لا لم ينتهي يا ساده رونالدو، ما زال العالم سيشاهد اهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة لم تنتهي صلوحية البرتغالي ليباع في المزاد. يا معشر مدريد، هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال ولكنها مني قرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغاز. الدقيقة 7 هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو. الآن الحديث أنه ممكن التبديل لرونالدو، ضغط كبير على البرتغالي، ولا الحديث عن نقاط الانتدابات، ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا الرمز التاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهان الأساطير يا مدريد. قرر رونالدو الرحيل عن ريال مدريد لا رجعة فيه، وذلك بسبب الوعود التي لم يلتزم بها رئيس نادي فلورنتينو بيريز تجاه نجم الفريق. Se va. Cristiano deja el Madrid. Cree que ha llegado el momento de decir adiós. Y no se marcha por dinero. El Madrid ha ofrecido lo que pedía. Cristiano siente que ha cumplido un ciclo y el club entiende que se debe. Entiende que debe dejar de marchar. Han pasado 9 años de este momento. Vamos.
محبينا وكره الكارهين، هو طبعا الرمز التاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهان الأساطير يا مدريد. أما جمهور الكورة بصراحة ما يرحمش، أهداف يطلعوك على العناق، وكورة على العارضة وبطولة ضاعت، وأنت ما ضيعت بطولات يا زول، يرمونك من الشباك. على ذاكرة الجماهير القصيرة، على ذاكرتكم المريرة. الراجل أقوى هداف في تاريخ الشامبيونز، هدافهم التاريخي في الكلاسيكو، هدافهم التاريخي في الديربي، أكثر لاعب أعطى أسيست في تاريخ الأبطال، صار الهداف التاريخي لهذا العملاق والمارد الأبيض. ماذا تريدون أكثر؟ هدافهم في كأس العالم، هدافهم في الكوبا ديل ري، ماذا يريدون أكثر؟ في بعض الأوقات هناك مثل يقول لك تفتيح البذرة تكسر سكاكينها.